السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. الصوت من فضلكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يعزك، الله ينورك ما شاء الله. بارك الله فيك وسيم. يا الله. ربي يعزك، بارك الله فيك. انتظروا شوية يا إخوة يطلعوا. أهلا بخاوتنا من برج بارين، بارك الله فيك. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على كل حال رايحين نتكلموا تاريخ، ورايحين يعني بإذن الله سبحانه وتعالى نوضح الأمور. 48 ساعة قدام الكلمة الفصل متاعكم، رايحين نجول كاع هاد المواضيع اليوم إن شاء الله. راه عندنا الوقت كفاية، ورايحين نوضحوا الصورة عليها. نتمنى إن شاء الله باش يزيدوا يطلعوا الإخوة، وليس أمرا إنما فضلا. قوموا بمشاركة الفيديو على أوسع نطاق حتى تصل الرسالة إلى جميع الجزائريين والجزائريات، واللي مازال داخلهم شك يفهموا اليوم ما هي القيمة تاع الاستفتاء تاع نهار الحد اللي بدا اليوم. وعلى كل حال الأخبار راهي تفرح كما يقولوا بإذن الله سبحانه عز وجل، ونطلب الله باش يجعلنا ظاهرين عليهم ويجعل كلمتنا هي العليا إن شاء الله. نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي بأمره قام كل شيء ولأمره خضع كل شيء، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أولا، هناك إخوة طرحوا لي سؤال فيما يخص ما جاء أو المقال الذي تم نشره على موقع وزارة الدفاع الوطني. وشفت هناك إلحاح من إخوة والأخوات باش نطمئنكم كما وعدتكم، ووعد الحر دين عليه، باش نتكلموا في الموضوع. لكن دعونا نتكلم فيما هو أهم، حتى ولو ما جاء في الموقع مهم. وأنا أعرف صاحب المقال، من كتب المقال، أدعي على نفسي أنني أعرفه. وكما وعدناهم أي حجرة تتحرك نضربها.
واي راس صومامي راسه واي لفعه تخرج راسها نعطوها، لانه المعركه متواصله. ونوعدكم رايحين نتكلموا عليه، لكن ما هو مهم الان واننا كتبنا منشور كانت فيه الامور واضحه وضوح الشمس، لكن هناك من طلبني او طالبنا عفوا باش نبسطوا. على كل حال نعتذر للاخوه والاخوات انه طريقه الكتابه نتاعنا نوعا ما يعني يميزها التعقيد، ماهيش مفتعله، وتاكدوا من ذلك انها ليست مفتعله، واحاول قدر الامكان باش نبسطوا باش يوصل المعلومه توصل للاخوه والاخوات، ونتمنوا هما يجتهدوا باش يزيدوا يطلعوا في المستوى نتاعهم تاع الوعي، لانهم يدافعون عن لغه او اسطورها ان كنت مشرقي او مغربي. اهميه الاستفتاء واهميه كلمه لا، لأن الناس اللي في المنظومه اللي كذبت على الشعب كانت تعيدكم ليلا ونهار انها ستجرم الاستعمار، وكنا نقول ان هؤلاء ورايح نبسط باش نتكلم بالعامية باش الناس تفهم، كنا نقولوا بلي هاد الناس ما يجرموش الاستعمار، ما عندهمش الشجاعة اللازمة باش يجرموا الاستعمار، بالعكس راهم يتمشاو في ما تم الاتفاق عليه في إليان. اليوم الدستور هذا لازمكم تفهموا انه تكريس لما جاء في إعلانات إيفيان. نذكركم ونذكر نفسي أن والدينا اللي راهم حيين ربي يطول عمرهم واللي ماتوا ربي يرحمهم راحوا ضحية خبث وحيلة أدرجت في السؤال، حتى أن مفجري الثورة رحمهم الله ما عرفوش كيفاش يتعاملوا مع الفخ، وهي السؤال نتاع هل تريد ان تصبح الجزائر دوله مستقله متعاونه مع فرنسا وفقا لشروط اعلانات ايفيان. وكنا نقولوا بلي ما كانش اتفاقيات، كاين حاجه اسمها اعلانات وهي مراسم رئاسيه استعماريه اشرف على تنفيذها عبد الرحمن فارس، واللي كان سبب البلية هو كريم بالقاسم ربي يرحمهم على كل حال. لكن الحقيقة هذه هي والتاريخ هذا هو. اليوم اختارون أول نوفمبر بنفس الطريقة اللي اختارونا الاستقلال تاع 5 جويلية اللي كرس 132 سنة تاع استعمار. اليوم اختارونا أول نوفمبر باش يعطوا رصاصة الرحمة للثورة، باش يقضوا على الثورة نهائيا. وحنا قلنا لهم نهدموا لكم هذا المعبد، وبإذن الله نهدموا لهم المعبد. يعني لازم تفهموا باللي اللي بغي يصرى الآن في الاستفتاء هو فك الارتباط النهائي مع الهيمنة الاستعمارية. لا لازمها تكتسح الصناديق. خبث الاسئله ما يمشيش علينا احنا، لانه والدينا ربي يرحمهم ما كانوش قاريين وما كانوش فاهمين. اليوم نقولوا لا ونردوا الاعتبار للتضحيات تاع الشهداء انت وعنا ربي يرحمهم، ونحتسبهم شهداء ونقول لهم باللي العهد نتاعكم رانا شادينه، لأنه المسار نتاع الثورة انحرف في 62 وانحرف بمشاركة الصوماميين
لأنهم ميعوا القضية وميعوا الثورة، لأن أغلبيتهم اندماجيين وأغلبيتهم كانوا مؤمنين بالتعاون لا كولابوراسيون. بيان أول نوفمبر ما تكلمش على التعاون، بيان أول نوفمبر كان واضح، دولة سيدة، وطن سيد على بره وبحره وجوه، وأن الشعب هو السيد، وأن الشعب هو اللي قرر. لكن بمشاركة الصوماميين، سمحوا لي نستعمل العبارة هذه باش الناس تفهم، حشوها الوالدين ربي يرحمهم، حشوها لهم، والناس ما عرفتش كدير. يعني اللي فشلوا الثورة ما كانوش قادرين يبقوا في التناقض أنهم يقولوا للناس ما تصوتش على هذا السؤال، ظنوا مساكين ربي يرحمهم أنهم قادرين يتداركون الأمور فيما بعد. لكن الفاس كانت وقعت في الرأس، ضباط فرنسا كانوا دخلوا وعلى رأسهم شابو سليم سعدي اللي دار المحرقة، هو كذلك علاهم التواتي نزار، يعني كل من دار المحرقة كانت الطفرت، كانوا دخلوا بما فيهم القضاة المزيفين، بما فيهم العملاء الإداريين والفاسدين، أو سواء بن بلة ربي يرحمه، أو سواء بومدين ربي يرحمه، ما قدروش حتى ولو حاولوا. لذلك كتبنا في المنشور ما تخونوهمش، حتى ولو اختلفتم ايديولوجيا مع اي واحد فيهم ما تخونوهمش، لانهم الله غالب عليهم. الشعب كان عيا، والثورة ما كان لها باش تستمر، لانه كانت الخيانات ضربت اطنابها، الخيانة ضربت اطنابها في الثورة، وكانوا رايحين يتخلصوا من جميع مفجري الثورة. يعني طبقوا سياسة خذ وطالب. اليوم جات منظومة اختارت لنا أول نوفمبر، المنظومة هذه جات اختارت أول نوفمبر باش تقول لنا أول نوفمبر اللي تفجرت فيه الثورة هو أول نوفمبر اللي نقضوا على الثورة وقداسة الثورة. وهذا البيان نميعوه ويجي ذريتهم، يجي واحد عيتل بعد ذلك زنين مثل ما وصف في القرآن الكريم، يقول ان اللي عجبها الحال، اللي ما عجبهاش الحال يبدل البلاد. رانا نتكلموا معاه من خارج البلاد ونقولوا له ديك البلاد ما هيش رزق بابك. اليوم لازم تفهموا باللي الاستفتاء هذا هو استفتاء فك الارتباط، استفتاء فك الارتباط النهائي. اللي ما قادرش يواجه الاستعمار ويوفي عهد الشهداء، احنا نقولوا له لازمك تتخلى على المسؤولية، انت ماكش قدها. ديك البلاد ما تعليها رجال وما تعليها نساء، فحولة وفحلات ربي يرحمهم. اليوم جاء الوقت باش نردوا لهم الاعتبار، وانتو ما تردوا لهم الاعتبار، وما هيش منا منكم، وما هوش جميل. واجب كل شريف وشريفة انه يروح يحط الورقة لا، ويويحه من يزور. لازم تكون الامور نتاعنا واضحة معهم، بلعوا القنوات الإعلامية، خرجوا وزرائهم، خرجوا قاع الأرمادة نتاعهم،
لكن احنا اصحاب حق، احنا اصحاب حق، ونجادلهم بالحجه والبينه. الارض هذه كما قال مصالح الحاج ماهي لا للبيع لا للكرا، والجيش هذاك ماهوش جيش تاع مرتزقه، جيش عقيده نوفمبريه، وقاع درنا الكسكيطه نتاعها، وقاع تحينا العلامه، وقاع دافعنا عليه. وكل واحد ما يحترمش نفسه ما يلقى من عندنا غير النار نرسلوها له، وما نرحمو حتى واحد ما يحترمش بيان اول نوفمبر والعهد تاع الشهداء. نذكر شي ناس وراني جاي لذاك البيان او المقال اللي جا في وزارة العدل او في وزارة الدفاع عفوا، اليوم لازم تفهموا باللي الاستفتاء نتاع اول نوفمبر 2020 يصحح الخطا نتاع الاستفتاء نتاع 62، لانه استقلالنا ناقص، استقلالنا لم يكتمل، وهما جناو على بعضهم، هما جناو على رواحهم، تحدوا الشعب برمته. واليوم راكم تشوفوا فيها المقوله نتاع الشهيد حكيم الثوره ربي يرحمه العربي بالمهيلي، قال لهم القوا بثوره الى الشارع يحتضنها الشعب. اليوم المشروع راه في يديكم، وراكم بينتوا بلي راكم محتضنينه، رجال ونساء كبار وصغار، شيوخه قارين واللي ماشي قارين، لانه نتوما السيد، لازم الشعب هو اللي يكون سيد، ماناش خماسه عند وحدين. جاتكم الفرصه باش تردوا الاعتبار لشهدائكم، ويكون الاستقلال كامل متكامل غير ناقص، ونقولوا لا. ولما غاديين يعاودوا النسخه تاع التعديل دوك يشوفوا مطالبنا، يخافوا من بيان اول نوفمبر، لانه البيان في حد ذاته يجرم الاستعمار، لانه البيان كان يد ممدوده للمستعمر. قالوا لها الرجال ما لازمش يسيل الدم. اليوم لازم تكون امورنا واضحه، وتفهموا الشوابين نتوعنا الشيوخ والشيخات تاعنا، انه جاء الوقت باش يصحوا او ياخذوا الثار للحشوه اللي نحشات لهم، وسمحوا لي على الكلمه هذه، وهي حقيقه حشوها لنا، حشوها لوالدينا ربي يرحمهم، لانه الشعب كان يقول 7 سنين بركات، وما فهمش مسكين باللي رهن الاستقلال نتاعو. اليوم جا النهار باش تقولوا لا، وباش تصحوا الخطا، لانه واش دار عبد الرحمن فارس اللي واحد الناس يقولوا بلي كان اول رئيس تاع الجزائر؟ لا، كان رئيس هيئه تنفيذيه مؤقته نصب الاستعمار بمرسوم في 12 أفريل 1962، شكون هذا اللي انتخبه؟ وهما شاركوا في صياغة السؤال. اليوم دخلونا بطريقة ملتوية باش يأكدوا التبعية، يعطوا شرعية للتبعية. هذه نقطة اللي بغيت نأكد عليها باش تفهموا باللي الاستفتاء هذا مصيري، الاستفتاء هذا مصيري، ماهيش قضية اختيار بني آدم. وين الذاتية تلعب دور؟ لا، هذه اختيار سيادة الوطن، هذه اختيار بين الإيمان ولا إيمان، صراع ملتين،
ملة الإيمان وملة الكفر. أمورنا تكون واضحة، إحنا خصنا دستور لمواطنين مؤمنين. يعني مواطن مؤمن، ماشي يختار يا مواطن يا مؤمن. هكذا كانت الجزائر وهكذا لازم تكون. إذن حزب الأصداء إخواننا في الجنوب وحتى في المهجر الأمور تبشر بالخير. الأمور تبشر بالخير، وننتظر إن شاء الله نهار الحد باش تكون كاينة هناك الكلمة الفصل. إنسان لازم يدير الدور نتاعو، يؤدي الواجب نتاعو، وما يقولش تاع تخطي راسي وتفوت، لأنها الحكاية حكاية وطن وحكاية دين وحكاية مقومات وثوابت. العفو، الناس راه يتحرف فيها. لما نشوفوا وزراء بطريقة فيها نوع من الاستهتار، وكأن بيرم يقولونا نفوتوا بقوة، احنا نقول لهم لو كان انتم جيتوا مقتنعين بنفوسكم ومقتنعين بالأفكار اللي راكم تدافعوا عليها، لو كان حليتوا المجال الإعلامي لمناظرات وما تديرولناش تفكير أو توجه تاع الفكر الأوحد وتتبجحوا بالديمقراطية، لأن الديمقراطية تقول الرأي والرأي الآخر، ونخلو الشعب هو الفيصل، هو اللي يحكم بيناتنا. أما وأنكم تبلعوا المجال الإعلامي وتستعملوا كل وسائل الدولة اللي هي ملك للشعب بغرض تمرير مشروع مرفوض من الأغلبية، ومعتبرين هذه الأغلبية آلة انتخابية لتزكية خياراتكم، احنا نقول لكم انتهى ذلك الزمان. أن الجزائري والجزائرية يكونوا مجرد آلة لتزكية قراراتكم، حتى ولو كانت في غير صالح الوطن، حتى لا نقول كلمة أخرى. نفتح قوس ونغلقه لأنني لست هنا للتعليق أو التعقيب، فأنا لست إعلامي. يفترض أنه في حال مرض الرئيس والأمر غامض تؤجل أو يؤجل الاستفتاء. هذا ما يجعل الأمور فيها نوع من الغموض، لأنه رئيس اليوم مريض ما عارفينش، لأنه دائما المنظومة تبلع على المعلومة. يفترض أنه يؤجل إلى حين أن يرجع الرئيس لمباشرة مهامه، نتمنى له الشفاء على كل حال. وما تحاولش باش تدير هذا لو باساج اون فورس، المرور بقوة هذا ما ينفعش. إذن نغلق القوس ونجو الوجه جاء
مقال بتاع وزارة الدفاع الوطني، كلكم لاحظتم أنه صاحب المقال ودون ذكر اسمه هو على باله باللي نعرفوه، وراه عارف باللي رانا عارفينه شكون هو. إعلان الولاء للمنظومة الصمامية ما يكونش كي من هكا يا أخي العزيز. أولا أنتم ما ركزتوش شفتوا غير أنه تكلم على الجيش النوميدي، وهو الجيش النوميدي من مقولات ماسينيسا أنه يحارب بالوكالة عن روما، وكنا تكلمنا فيما سبق وقلنا أن الجيش النوميدي كان جيش مرتزق، لأن نوميديا لم تكن دولة بالمواصفات اللي كانت عليها دول في تلك المرحلة، لم تكن دولة، كانت مقاطعة من بروفنس أو إقليم تابع لروما، مقاطعة تابعة لروما. يعني لما تتكلم على الجيش النوميدي أنت تحاول تغيير العقيدة القتالية للجيش الوطني الشعبي الذي هو سليل جيش التحرير الجزائري، جيش التحرير الوطني. هذه واحدة نصحح لك المفاهيم، ونتمنى جماعته تكون تسمع فيها. صاحب المقال بطريقة أو بأخرى يحاول باش يفهمنا باللي العقيدة القتالية للجيش الوطني الشعبي رايحة تتغير، وما رايحاش تكون نوفمبرية. الجيش النوميدي، وهناك منكم من أدى الخدمة الوطنية أو كان طالب ضابط أو كان ضابط أو كان طالب ضابط صف أو ضابط صف، لست أدري، ما سمعناش وإحنا نتكون في يوم من الأيام أن جرى الحديث عن أن جيشنا هو سليل الجيش النوميدي. هذا معناه تغيير العقيدة القتالية، وهذا شيء خطير جدا وما نسمح لكمش باش تديروها. كذلك والإخوة والأخوات ما انتبهوش لشيء مهم كذلك، وهو إيحاء وإعلان ولاء للمنظومة الصمامية. تعرفني معكم لأنه الطموحات الشخصية تتحطم أمام صخرة الوطن، والولاء لله وللوطن. صاحب المقال تكلم على معركة الجزائر، أمور تبان لكم عادية، كاين بزاف اللي ما لاحظوهاش. لما تتكلم على معركة الجزائر لازم نرجعوا لمؤتمر الصمام أو مؤتمر البغلة. مؤتمر البغلة قرر باش تكون الجزائر أو مدينة الجزائر يسموها لازون أوتونوم، المنطقة الحرة. ما معناها؟ أنها الجزائر أو مدينة الجزائر وضواحيها تخرج من تحت سيطرة جيش التحرير الوطني، لأن الكثير ما على بالهمش بهذه الحقيقة، وتدخل تحت لجنة التنسيق والتنفيذ
اللي كان يترأسها عبان رمضان، واللي ثبت أنه بزاف من اللي راهم أحياء من معركة الجزائر هما تراشقوا بالاتهامات. زهرة ظريف قالت لياسف سعدي، وياسف سعدي قال لزهرة ظريف احنا ما قلنا والو. وانا كنت شاهد عيان في نزل الاوراسي انه واحد وجه الاتهام في التسعينات لياسف سعدي قدامي. اذا لما تكلم على منطقة الجزائر او معركة الجزائر هي سم في الدسم، تمجد، نعم تمجد علي لابوانت ربي يرحمه، العربي بالمهيدي ربي يرحمه، حسيبة بن بونعلي ربي يرحمها وربي يرحم جميع الشهداء نساء ورجال، لكن فيها إيحاء لقرارات مؤتمر الصومام أو مؤتمر البغلة. يعني اللي كتب المقال صومامي أو يعلن ولاءه للمنظومة الصومامية. وأنا على كل حال نفتح قوس كذلك، ما شفتش عسكري صومامي ماشي مجرم، والفهم يفهم. ونغلق القوس، لأن عند الصوماميين الإجرام كما يقول لك سيت اون موني كورونت، باش نكونوا واضحين في هذه النقطة. نتمنى نكون جاوبت. الإخوة والأخوات اللي طرحوا لي السؤال على المقال نتاع وزارة الدفاع الوطني، نرجعوا لهذا الدستور. وما جاء فيه، هناك من يعتقد أننا ضد الأمازيغية فقط، نحن ضد كل السموم اللي جات في هذا الدستور، وهذا دستور يكرس التبعية، وهو امتداد لإعلانات إيفيان، امتداد لإعلانات إيفيان. وما يجيش واحد آخر يجي يفهمنا، لأننا العفو كنا في هذا الميدان من الثمانينات، يعني كاين اللي كان مازالش، وكاين اللي اليوم راه يقول باللي راه معارضة، كان داخل جهاز المخابرات وأجهزة القمع، وكاين اللي راه يعارض اليوم وكان يسربي لهم. وبغض النظر وما نتكلموش، يعني الأخلاق نتاعنا ما تخليناش نزيدوا نروحوا بعيد في وصف بعض الناس. هذا ما عندي باش نأكد لكم على أهمية الاستفتاء، لأنه سؤال في هذا السياق يتفضل. أما فيما عدا ذلك نعاود نوضحها كذلك، الخردة ما نسمعوش بها. هناك من يعتبر أن دفاعنا على الوطن هو تفرقة بين الشعب. شكون اللي بغى يغير الدستور ويدخل مصطلحات ومفاهيم غريبة على المجتمع الجزائري؟ هذا هو السؤال.
هل احنا ام هم؟ إذن بدون إطالة باش ما نكثروش عليكم، على كل حال كذلك هناك نقطة، لما يقول جراد أن الدستور سيقضي على ممارسات العصابة، العصابة لا زالت موجودة. العصابة اليوم بصدد، لأن العصابة كانت متحالفة مع المنظومة ومن بعد داروا على بعضهم. العصابة اليوم راهي تجدد في الجلد نتاعها، والمنظومة تجدد في الجلد نتاعها، لأننا رانا نشوفوا في ولادهم هما اللي حاكمين القرارات، وهذا الناس ما كانش فيهم واحد جديد أو اسمحوا لي. شوف دخل ذبابة يدعي وكأننا نحن رانا باغي نصوتو نعم. إذا لما يقولوا باللي هذا دستور يقضي على تصرفات العصابة، سي جراد كان في الحكم، أغلبية هذا الوزراء كاين فيهم اللي كانوا في الدواوين تاع يحيى وتاع سلال، كاين اللي كانوا في التسعينات وعاودوا رجعوا لنا عن اي جزائر جديده، اللهم الا الجزائر التي ارادها دوغول من خلال خطابه المشهور في تلمسان. ما عنديش اضافه، نتمنى ان شاء الله تكون الرسالة وصلت حتى لا أطيل عليكم. وعلى كل حال نتمنى إن شاء الله تصوروا داخل مكاتب الاقتراع اللي يقدر باش يكون يراقب متطوع يدي ماكلتها معاه ويروح لمكاتب الاقتراع، وننتظروا النتيجة اللي رايح يكون عليها هذا الاستفتاء، وان شاء الله نبرمجوا في مساء يوم الاحد باذن الله، حتى ولو كان لساعه متاخره ننتظر النتائج ونبرمجوا لايف، سواء يوم الاحد اذا أعلنت النتائج أو يوم الاثنين بإذن الله. إلى ذلك الحين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ليلتكم سعيدة.